نحن مع مارون اليوم بدنا نحضر ثلاث أساس، ولكن تحت الهواء شوي بلشنا نحضر لأنه كان عندنا لايف. ومارون بلشنا الأطباق الرمضانية، ما هيك؟ بلشنا من اليوم، صح؟ في ناس رح يبلشوا بكرة، بنحضر لبكرة. اليوم بدنا نعمل جليب، بدنا نعمل فتة حمص، وكمان بدنا نعمل شوربة العدس. عم قول كثير الفورميلات شوي قبل ما نبلش، بس بدي هو البكرة ببلش الشهر الفضيل، بس أنا كمان قبل ما يجي عشية بدي أهني كل المسلمين بلبنان وبالدول العربية وبكل العالم بقدوم الشهر الفضيل. واكثر شغله بتمناها ابو ان شاء الله يا رب بيكون هذا الشهر يعطينا نطلع منه هيك سلام بالشرق الاوسط وراحه واطمئنان لكل الناس اللي اكيد تهجرت من بيوتها وبدها تصوم كمان اكثر شيء بكونديشنز يعني منا بس انه اكيد ان شاء الله ربنا بيتقبل من كل من كل الناس. نحن كمان بهذا الشهر استاذ رح مثل كل سنه على بالايف وبواتس كوكينج ومارون شديد، رح كل يوم مبدئيا يكون عندنا طبقين او ثلاثه، طبقين مع عصير او طبق مع عصير حسب تعقيده الطبق قديش بده وقت. والعصير رح نعمله، رح نعمل عصير مع عصائر منا تقليديه اكيد، او هي تقليديه بس عم نزيد عليها هيك تاتش شوي عربيه واورينتال، واكيد ما عم ناخذها كثير على لبنان، مش بس عربيه ولبنانيه واورينتال، يعني هالميكس لحتى كمان كل الصائمين يضلوا لما بيكسروا صيامهم اذا كان بعصير ولا كان بلبن ولا كان بشويكه مجففه ولا كان، خاصه اول شيء نكسر بالعصير يكون هالعصير اللي عم نحضره يكون طيب وبذات الوقت بغذي، لانه اهم شيء يكون بغذي وفي المكونات اللي هي جسمنا بحاجه لها. اليوم رح نعمل جلاب سماش مع حبق، هذا ما ولا مره ضايقه عن شيء جلاب. واللي هالجمعه رح يكونوا كل بما انه اول اسبوع تقليعه الشهر الكريم، رح يكونوا كله عصائر بالجلاب، بس ما رح نعمل الجلاب والمي ولا هيدا لانه اكيد كلنا بنعرف مش رح اطلع على الهواء اعمل لهم اياها. صح. رح نعمل اليوم جلاب اند بيزل سماش اللي هو رح نشوف كيف رح نعمل كثير هي المشاهدين، وكمان بكره رح يكون عندنا وصفه ثانيه بالجلاب، وبعد بكره وصفه ثالثه بالجلاب، وكل اسبوع رح نعمل تريتمنت لنوع معين، الجمعه الجايه بنعمل قمر الدين او بنعمل هلا نوع فواكه ثاني. هون شو حاطين؟ رح نعمل كمان شوربه العدس اللي هي انا مثل ما انا بعملها، حطيت بصل، حطيت كرات، حطيت كرافس، حطيت ثوم، قليتهم بزيت الزيتون، رجعت حطيت معهم الجزر وقليتهم مع شويه ملح وزيت الزيتون، بلشت تحت الهواء اكيد فيهم لحتى نلحق لانه طلع لايف بنحمرهم منيح تيعطوا نكهه، بنحمرهم ليطلع نكهه، برجع ببرم معهم شوي العدس الاحمر المقشور. وهيدي الشوربه يعني اكيد بنعرف بيكون فيها كمون، بيكون فيها شوي عصير حامض، بيكون فيها وفي طعمها بعده امور ثانيه غير الكمون، يعني في محط كمون بالمره مع الخبز المحمص او مع ال او ما مع تبقى ما تبقى وقت اللايف اكلنا من الخبز المحمص. هلا نطلع على الهواء لانه بنروح بوقفه صغيره، رح حط المرقه، هي مرقه خضره، ونحن بنرجع لكم.